السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفو الفقرة الأخرى في الدرس ديال الاشتقاق اللي هي المعادلة التفاضلية. بالنسبة لهذا الدرس هذا غنشوفوه عاوتاني من بعد إن شاء الله العام الجاي. مهم بالنسبة اللي عندنا حنايا في هذه الفقرة هذه في هذا الدرس هذا بالضبط، الحل العام والحل الخاص ديال واحد المعادلة تفاضلية كنكتب على هذا الشكل إكغيك سكون يعني الاشتقاق الثاني ديال واحد الدالة زائد أ أوس اثنان إكغيك يساوي صفر، أولا نفس الكتابة يمكن نكتب إف سكون ديال إكس زائد ا اس 2 في اف اكس كتساوي صفر، يعني كتلقى نتايا واحدة من هاد الكتابتين هادو وعندهم نفس المعنى، غير بالنسبة لهاد اف سكوند هي الاشتقاق الثاني وبالنسبة لاف اكس هي الدالة نفسها. بالنسبة للحل العام ديما كنكتب على هاد الصيغة هادي كدير اكغيك او لا اف اكس بحال بحال تساوي الفا كوسينوس ا اكس زائد بيتا سينوس ا اكس. بالنسبة لهاد الالفا وهاد البيتا هما اعداد حقيقية كتنتمى لاغ اللي مجهولة اللي ماشي اللي خاصنا حنا اللي خاصنا نحددوها. شنو اللي خاصنا حنا نعرفو؟ خاصنا نعرفو هاد الأ هذا شحال كيساوي اللي هنايا وسط الكوسينوس ووسط السينوس. هاد الأ هذا فين كنجيبوه؟ كنجيبوه من المعادلة التفاضلية اللي كتكون عندي في الأول، حيتاش المعادلة التفاضلية كتكون مكتوبة على شكل إكغيك سكوند زائد أ أوس اثنان إكغيك يساوي صفر، يعني ملي كنبغي نلقى أ كندير الجذر المربع ديال هاد القيمة اللي عندي هنايا. نحاولو نخدمو هاد الأمثلة هادو باش تفهمو واش هذا. نبداو بالمعادلة الأولى، عندنا إكغيك سكوند زائد 4 إكغيك تساوي صفر. أول حاجة خاصني نضمن هنايا هو أنه المعامل ديال إكغيك سكوند خاصو يكون هو واحد، يعني ما يكون حدا حتى شي عدد. هذا بالنسبة للإشتقاق الثاني ديال إكغيك. عاد ديك الساعة كنضمن أن العدد اللي حدا إكغيك يكون هو أ أوس 2 بطبيعة الحال، يعني هنايا عندي المعامل اللي حدا إكغيك هو واحد، يعني بطبيعة الحال أ أوس 2 غتكون هي 4، أ أوس 2 كتساوي 4، يعني أ كتساوي جوج أو لا أ كتساوي ناقص جوج. حنا كناخد وحدة من هاد جوج، يعني كنختار وحدة منها، يا تختار جوج أو لا تختار ناقص جوج. نختارو حنايا القيمة الموجبة، يعني الحل العام للمعادلة التفاضلية السابقة هو، ونكتب الحل مباشرة نعوض فيه غير الأ، ندير إكغيك يساوي ألفا كوسينيس الأ، قلنا هنا في هاد الحالة غادي نقبضو هاد الحالة هادي جوج، جوج إكس زائد بيتا سينيس، عاوتاني نعوض الأ اللي هي جوج إكس، بحيث ألفا وبيتا عددين حقيقيين. صافي، وكنوصل للحل العام لهذه المعادلة التفاضلية الأولى. نشوف المعادلة التفاضلية الثانية. بالنسبة لهذه المعادلة التفاضلية اللي عندي الثانية، ما مكتوبوش على هذا الشكل هذا اللي عندي في الأول، عندي 3 إكغيك سكوند زائد 10 إكغيك كتساوي إكغيك سكوند ناقص 8 إكغيك. يعني أول حاجة خاصني ندير هنايا هي نحاول نكتبها على هذا الشكل اللي عندي هنا. شنو غادي ندير هنايا؟ ندير كلشي طرف واحد، هذه هي أول حاجة، تولي عندي 3 إكغيك سكوند ناقص إكغيك سكوند زائد 10 إكغيك زائد 8 إكغيك تساوي صفر. هذه هي أول حاجة، من بعد نجمع الحوايج كيتجمعو، غتولي عندي هنايا جوج إكغيك سكوند زائد 18 إكغيك تساوي صفر. هذه المعادلة اللي وصلنا لها حنا هنايا باقي مكتبش على هذا الشكل، لأنه هنايا كيف ما قلنا المعامل اللي عندي حدا إكغيك سكوند هو واحد. يعني شنو خاصني ندير هنا في المعامل في المعادلة؟ نقسم كلشي على جوج، شنو غادي يولي عندي؟ جوج على جوج هي واحد، تبقى عندي إكغيك سكوند زائد 18 على جوج هي 9 إكغيك كتساوي صفر. يعني من هنا لهنايا قسمنا المعادلة كاملة على 2. من بعد وصلنا للشكل العام للمعادلة التفاضلية كيف ما عندنا هنا الخاصية، يعني هاد العدد اللي عندي هنا مضروب في إكغيك اللي هو في الحالة عندي 9 هو أ أوس 2، يعني عندي أ أوس 2 كتساوي 9. بما أن أ أوس 2 كتساوي 9 يعني أن أ كيساوي 3 أو أ كيساوي ناقص 3، ناخدو حنا أ هي القيمة الموجبة، ويمكن تاخدو حتى القيمة السالبة إلا بغيتو بحال بحال. يعني أن الحل العام لهاد المعادلة هادي هو إكغيك يساوي ألفا كوسينوس 3 إكس زائد بيتا سينوس 3 إكس، بحيث طبيعة الحال ألفا وبيتا، بحيث ألفا وبيتا عددين مجهولين بجوج كينساهمو إيغ مجموعة الأعداد الحقيقية. هذا ما يخص الشطر الأول من المعادلة التفاضلية، يعني تحديد الحل العام لواحد المعادلة التفاضلية. بالنسبة للسؤال الثاني،
بالنسبه للسؤال الثاني هنا عطانا واحد الداله اف اكس كتساوي الفا كوسينوس ناقص 2 اكس زائد تيتا، وقال لك بين ان هذه الداله هذه او لا تحقق ان هذه الداله هذه هي حل ديال هذه المعادله التفاضليه غاك سكوند زائد 4 غاك تساوي صفر، او لا بحالها بحال اف سكوند ديال اكس زائد 4 اف اكس كتساوي صفر، بحال بحال عنده نفس المعنى. يعني شنو غادي ندير انا باش نحقق ان هذه الداله هذه هي حل ديال هذه المعادله؟ اول حاجه هذه المعادله هذه فيها اف سكوند اللي هو الاشتقاق الثاني، يعني نقبض الداله اف ونشتقها جوج الخطرات، وفيها الداله اف مضروبه في 4، المجموع ديالهم خاصني نلقاها كيساوي زيرو. يعني نقبض انا هاد الداله هذه اللي عندي هنايا اف ليكس كتساوي الفا كوسينوس ناقص 2 اكس زائد تيتا، وندير لها الاشتقاق جوج المرات. اول حاجه خاصنا نكونوا عارفين هنايا، خاصنا نكونوا بعدا عارفين شنو هو الاشتقاق ديال كوسينوس ا اكس زائد بي، وشنو هو الاشتقاق ديال سينوس ا اكس زائد بي. هادو شنو في الدرس؟ الاشتقاق ديال كوسينوس ا اكس زائد بي هي العدد اللي مضروب في اكس اللي هو ا، الاشتقاق ديال الكوسينوس هو ناقص سينوس، يعني غندير ناقص ا سينوس ا اكس زائد بي، هذا هو الاشتقاق ديال كوسينوس ا اكس زائد بي. الاشتقاق ديال سينوس ا اكس زائد بي بنفس الطريقه هو ا، في الاشتقاق ديال السينوس اللي هي الكوسينوس، يعني ا كوسينوس ا اكس زائد بي. هذه هي اول حاجه، يعني خاصنا نكون عارفين جوج خاصيات باش نحسب الاشتقاق الثاني ديال هذا. نبداو بالاشتقاق الاول، اف بريم اكس كتساوي الفا كوسينوس ناقص 2 اكس زائد تيتا بريم، الاشتقاق ديالها تعال نخليه الفا، الاشتقاق ديال ناقص 2 اكس زائد تيتا هو العدد اللي مضروب في اكس اللي هو ناقص 2، يعني الفا غنضربها في ناقص 2، في الاشتقاق ديال الكوسينوس اللي هو ناقص سينوس نضربها ناقص سينوس ديال نفس العدد اللي هو ناقص 2 اكس زائد تيتا كتساوي ناقص 2 ناقص سينوس هي 2 سينوس مضروبة في ألفا هي 2 ألفا سينوس ناقص 2 إكس زائد تيتا. هذا هو الاشتقاق الأول إف بريم ديال إكس. بقى لي هنايا نمشي ندير الاشتقاق الثاني، الاشتقاق الثاني بنفس الطريقة إف بريم إكس كتساوي أولا إف سكوند عفوا إكس كتساوي هي الاشتقاق ديال هادشي اللي وصلنا له، يعني هي الاشتقاق ديال 2 ألفا سينوس ناقص 2 اكس زائد تيتا بريم كتساوي نخلو علينا جوج الفا اللي هو العدد اللي عندي في الاول، نضربها في الاشتقاق ديال هادشي اللي عندي هنايا الوسط ناقص 2 اكس زائد تيتا بنفس الطريقه هو ناقص 2، يعني مضروبه في ناقص 2، في الاشتقاق ديال السينوس اللي هو الكوسينوس ديال نفس العدد اللي هو ناقص 2 اكس زائد تيتا، هادشي هذا كيساوي 2 مضروبه في ناقص 2 هي ناقص 4، غتبقى عندي ناقص 4 الفا كوسينوس ناقص 2 اكس زائد تيتا. يعني دابا شنو درنا؟ حسبنا شحال كتساوي اف سكوند لاكس، هادي هي اول حاجه. من بعد ما حسبنا الصيغه ديال اف سكوند لاكس غادي نمشيو نعوضو كلشي في هاد المعادله هادي ونتاكدو واش داكشي كيساوي صفر. يعني شنو غندير هنايا؟ نخلو التعبير ديال اف سكوند هنا عندنا، شنو عندي هنايا؟ عندي اف سكوند لاكس زائد 4 اف اكس خاصني نلقاها كتساوي زيرو. اف سكوند اكس حسبناها لقينا هي التعبير اللي هو ناقص 4 الفا كوسينوس ناقص 2 اكس زائد تيتا زائد 4 نكتبها مضروبه في الداله اف اكس، الداله اف اكس راه معطيها في المعطيات هي الفا كوسينوس ناقص 2 اكس زائد تيتا اللي هي ناقص 4 الفا كوسينوس ناقص 2 اكس زائد تيتا زائد 4 الفا كوسينوس ناقص 2 اكس زائد تيتا. عندي هنا عدد مجموع مع المقابل ديالو كيساوي لي صفر. اذا غادي نقولوا ان الداله اف اكس اللي هي الفا كوسينوس ناقص 2 اكس زائد تيتا هي حل المعادله التفاضليه إيكغيك سكوند زائد 4 إيكغيك تساوي صفر. وهذا نوع آخر ديال الأسئلة اللي كيتحطو في المعادلات التفاضلية، كيعطيك واحد الدالة وكيقول لك تحقق أنها هي عبارة عن واحد الحل ديال واحد المعادلة التفاضلية. مزيان ناخدو هنايا واحد التمرين باش تخدموها عندكم.
حدد الحل العام للمعادلات التفاضلية التالية: y سكوند زائد 5 y تساوي 0، y زائد 3 y سكوند كتساوي 0، 2 y سكوند زائد 5 y تساوي 0، والأخيرة 3 على 2 y سكوند زائد 5 على 3 y تساوي 0. خدموا عندكم هذا التطبيق هذا.